جديدة من برنامج دراج 973 واللي طلع لكم أسبوعيا عبر قناة الATV لينقل لكم بطولة البحرين الوطنية لسباقات السراف. حلقتنا اليوم راح تكون جدا مميزة وغير، راح ننقل لكم الحلقة من مدينة الكويت لرياضة السيارات. طبعا مبروك عليكم وعلينا افتتاح حلبة الكويت، وراح أبلش معكم البرنامج مع لقاء جدا مميز مع نائب رئيس إدارة النادي الشيخ دعي الفهد الصباح. الشيخ دعي الفهد الصباح، مبروك عليك افتتاح النادي. الله يبارك فيك طول عمرك، مشكورين على الاستضافة الحلوة ووجودكم. طبعا واخيرا فتحنا حلبة الكويت، الحمد لله. الحمد لله فتحنا في حلبة الكويت. طبعا شكر خاص لسيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على دعمه وعلى مكرمته الاميريه في هذه البطوله، مو بطوله، كان الحلبة، حلبة دوله الكويت، وكل الشكر. طبعا هذه الجولة الأولى المتواجدة حاليا، وما شاء الله قاعدين نشوف متسابقين وايد موجودين من دول الخليج عندكم. الحمد لله، طبعا البطولة الأولى من بعد ما وقفنا 15 سنة، هذه الجولة الأولى، ومثل ما تشوفين انت الإخوان من جميع الدول العربية موجودين الخليج، موجودين هني في احتفاليات، طبعا مع احتفالات عيد الوطني والتحرير، فالحمد لله أقبال جيدة. اختفاءكم عن حلبة البحرين هذا الموسم؟ اختفاءنا نجهز حق الكويت، وكنا مشغولين مع حلبة الكويت نجهزها حق الأخوان. نتواصل معكم في الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراج ريس، وطبعا تحديدا من مدينة الكويت الرياضية واللي فتحوها في فبراير بمناسبة الأعياد الوطنية. قاعد أشوف المتسابق الكويتي أحمد عجيل عن سيارته، خلونا نشوف شو نسوي اليوم. أخيرا نورت البرنامج. طبعا مبروك عليكم الحلبة أول شيء، بعد انتظار طبعا سنين طويلة نطلع من الحلبة. شلون تشوف المضمار لحد الان؟ لا، على ان احنا نشوفه ممتاز، فوق الزين وكل شيء مضبوط، يعني حتى التنظيم، ويعني انا مو غريب على الكويت، يعني انا ادري انه راح يسوون شيء كذي، بس تدري ان اول جوله المضمار يعني يبي له اول ان شاء الله يبين بجوله. تقييمك للمضمار من 1 إلى 10؟ لا، 10 من 10. 10 من 10؟ والله الصراحه 10 من 10. شنو الفرق اللي قاعد يختلف من مضمار البحرين او الكويت؟ كسباق يعني طبعا الجو، احنا يفرق ويانا الجو بالتيونات بالعيار السياره، هناك طبعا رطوبه اكثر، هني شويه يعني ناشف الجو، يعني المضمار جديد ما خذينا قراءته للحين، يعني ما قاعدين نجيب الازمنه نفسها للبحرين، لان البحرين صار لنا 15 سنه تقريبا نشارك فيها، عارفين قراءاته هذه كلها، بس ان شاء الله يعني كل ما دسنا هني زياده راح نصيده نفس البحرين ان شاء الله. بس هنا راح تكون عندنا فقط جولتين، وراح يكون كافي ان انت تسوي تست او تجربون السيارات. احنا نبدي فيها ككريدنج قراءه، يعني بدايه هالجولتين هذيلا حق الموسم الجديد ان شاء الله، ما يفترق على ان شاء الله. ما ولحت على جوله البحرين؟ والله ولحنا على البحرين، يعني هذه عمر 15 سنه تقريبا احنا نشارك هناك، طبعا ما لنا غنى على البحرين، يعني احنا راح ننسق ان شاء الله بين الكويت وبين البحرين. ورقم ورقم حد الآن الحمد لله حققنا 4.6، لكن هو مو المطلوب، المطلوب مننا إن شاء الله 4.3 4.2، وإن شاء الله الحين عدلنا على السيارة الرن هذا إن شاء الله بتشوفون الفور. الله يوفقك بإذن الله. راح نشوفك بالجولة الجاية بالبحرين ولا؟ أكيد الجولة الخامسة أكيد الأخيرة طبعا. البحرين حبايبنا ما نقدر عليهم، بس عاد هي توافقت في يعني في التواريخ، وكان الشباب مقدمين لنا دعوة من هنا، فلازم نقدم يعني نرد الجميل بعد. الله يوفقكم. نظرة 14 سنة الحمد لله. شيء حلو صح؟ شعور وايد حلو. شعور وايد حلو. يعني بيتنا ومكاننا صراحة، البحرين ما قصروا، يعني طول هالسنين كنا نتساوى بالبحرين صراحة،
يعني ما قصروا معنا. ما قصروا تقصد ما راح نشوفك بالبحرين بعد؟ لا لا ان شاء الله الجوله الجايه بالبحرين ان شاء الله. الخامسه؟ ان شاء الله. اكيد. يعني بعد اربع ايام بروح. بعد اربع ايام. ان شاء الله. تمام الله يوفقك. وشلون تقييمك للمضمار من 1 لـ10؟ لا 10 من 10. تنظيم الترتيب. تنظيم زين. ترتيب زين حتى المضمار يعني كنا متخوفين منه اول شيء. لكن لما جربنا صراحه كان الجروب وايد زين. والمضمار وايد ممتاز حتى نادي الشيخ باسل صراحة الكرو والأمريكان الموجودين وكل الشباب ما قصروا تنظيم طيب وما قصروا معانا أي شيء وساعدونا للأمانة. شو اللي حققته لليوم؟ اليوم الحمد لله رقم زين 9-0 وإن شاء الله ننطر جدول التأهيل ونشوف. شلون كذي هديت البحرين جاي الكويت؟ والله احنا ما هدينا البحرين فلنا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم لنا الشرف اللي نشارك البحرين بطولة الافتتاحية ونشكر القائمين على الحلبة تنظيم ممتاز حلبة أكثر من روعة صراحة نشكر شيخ فهد الصباع على هالحلبة الحلوة اللي سويها مريح شي قاعد اي الحمد لله مضمار والكويت بعد خلاص اي بس الحين ديرتنا ديرتي قاعد مبروك عليكم الافتتاح طبعا اول شيء طبعا شلون شفت المضمار لحد الان والله الحمد لله كل شيء مرتب تمام يعني كاول جوله كل شيء ما شاء الله منظم حلو شنو اللي حققته اليوم والله الحمد لله ارقام زينه طبعا مثل ما عودكم بكل حلقه يكون عندي ضيف مميز اليوم مو بس حلقتنا مميزه حتى ضيفنا مميز معنا الفنان الكويتي مشاري العوضي هلا مرحبا فيك مرحبا فيك يا هلا نورت حلبة الكويت منورة وجودكم والله يعطيكم العافية تحديدا بأول يوم هو افتتاح الحلبة بفبراير والله تدرين بعد فبراير يعني احتفالات الكويت 25-26 فبراير وهذا شيء حلو الصراحة أنا أول ما جيت هني انبهرت الصراحة أنه وأخيرا صار فيه مضمار حق الكويت يعطيهم ألف عافية القائمين على المجهود الحلو هذا اللي قاعد أشوفه يعطيهم العافية إيش رأيك بالمضمار؟ وايد حلو الصراحة عجبني فاهم هو شنو؟ والله مو فاهم يعني بس شكله حلو يعني شكله حلو عجبني عجب إيه. لك في السيارات مشاري ولا لا؟ والله شو تفهم فيها؟ يعني شوفي السيارات هذه اللي ما السباق ما افهم فيها لكن السيارات اللي بالشارع هذه يعني ممكن فيك خبره شوي بسيطه بس السيارات هذه الصراحه كلش ما افهم اذا هذا الشارع اللي موجود الحين شنو تشوفه؟ شارع سترايت كنا رنوي ذكرني بالرنوي رنوي؟ الرنوي مال شو يسمونه؟ يسمونه رنوي هنا بعد؟ هذا المضمار هو ربع ميل الدراج ريس هو يكون عندهم ربع ميل فقط انه هم يتسابقون يحققون في ارقام قياسيه في بعد طبعا اكثر في ربع ميل في نص ربع ميل بس ربع ميل اي هذا ربع ميل هذا اللي يدورون شيء سيارات يدورون هذا شو يسمونه هذا الفورمولا 1 فورمولا 1 في عندك فورمولا 1 وفي عندك 2000 سي سي وفي عندك الاوبن تراك يلا نتعلم منه تعلمينا تعلمني ايش تعلمني الموسيقى انت يلا انا اعلمك موسيقى وانت تعلميني اعلمك السيارات خلاص اخر زمن هذا البنات قاموا يعلمون الشباب سيارات و يلا نتعلم راح اخذك الجراجات بعدين اشوف شلون تعرف السيارات وعلمك فيهم الله يستر ان شاء الله صادق شيء عطل بالسياره بنشر شيء بنشر اي كل 6 شهور 7 شهور بنشر تاير نبدل بدلها ولا تدق على الو لا لا نبدل نبدل انا صراحه بدل حتى اذا شفنا مثلا سياره ها ما يعرفون يبدلون ولا مره عوده ولا هذا نعرف نبدل لها تعلمنا هالشيء اشياء ثانيه طلع لك ليت صوت في السياره في ممكن ان انت تنزل اي شيء نسويه غير الماكينه ماكينه ما نفهم فيها ولا تفهم فيها ماكينه بساتن ما ادري ولا حاولت ولا انت ولا, ولا ولا معور راسي الو شوي ورحنا ليش رايك في ريحه التواير هنا ريحه التواير زين 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 صوت السيارات موسيقى 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 صح؟ اي موسيقى اغنيتك الجايه بس مو عندي انا عندك انت يا انا عندي زاج انت عندك موسيقى نسوي لك لحن اغنيتك الجايه شيء بيرن اوت موسيقى والله فكره تصدقين مو غلط شفتوا شلون اعطيتها فكره فكره والله انت الجايه كذي اول مصور لك كليب كذي سياره قومه القومه البيرن اوت وبعدين والكليب يكون شيء ريحه تواير طالعه ايه يا بالله ما حتسمع علي مشاري شكلك ما تحب السرعه والله شوفي مو ما احب السرعه لكن الحذر واجب يعني شو السرعه خصوصا بالشوارع يعني واكثر الناس الحين اللي حابين بالسرعه الحمد لله انا صار في مضمار حق الناس اللي تحب السرعه يطلعون حرتهم هنا بالمضمار اما بالشوارع الرئيسيه اللي قاعد تستخدم السرعه والتهور هذا طبعا الكل ما يسمح فيه يعني وارد اقول مره ثانيه اللي عنده هالهوايه هذه بعدها بالكويت صار عندنا هني مضمار وشدوا حيلكم
فمن كذي انت لانك حذر وما تحب السرعه من كذي انت وايد حذر في مسيرتك الفنيه صح ولا لا؟ والله شوفي مثل ما قلتي انا ما احب السرعه لان شوفي السرعه 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 من غير دراسه صحيح. ممكن تدعمين تتعوري يعني. من كذي انت شوي بطيء صاير في مسيرتك الفنيه خلينا نقول بطيء اساس اتعلم ما ادري ليش انا ما ادري انا وجهه نظري من زمان كذي لما امشي بالشيء اللي انا ادرسه او اتعلمه خطوه خطوه مع خطواتي قاعد اتعلم ومن اغلاطي قاعد اتعلم صحيح فاللي يمشي بسرعه ممكن باي وقت ممكن على قولتهم يدعم ويتعور ممكن ما يقدر يكمل بعدها صحيح بس في وايد فنانين بلشوا قبلك ومشوا حتى بسرعه وواصلوا وليحين واصلين فما تحس انه هالشيء ممكن يأثر؟ الله يوفق الجميع بالعكس انا ما اقول انه انا افضل واحد انا اعترف ان انا ساعات اكون كسول عندي اشغال ثانيه ممكن اقدر اقول لك ان الفن بالنسبه لي هوايه يعني مو يعني وظيفه رئيسيه بالنسبه لي ووقت فراغي انا يعني اصغره بهوايتي اللي انا احبها واذا الله وفقني خير على خير واذا على قولتهم ان قاعد امشي ستيب باي ستيب هذا بس انا مرتاح باللي انا قاعد اسويه ومستانس وايد الله يوفقك يا رب اجمعين يا رب اغنيتك مساجين مساجين ايه اغنيتك مساجين خذيتها يعني على رواقه ولا فكرت فيها وايد ولا انه سويتها مره واحده اكثر الاغاني اللي نزلتها الفتره الاخيره كانت المفروض تنزل في البوم يعني اختياراتي كانت اختيارات البوم لكن مثل ما انت عارفه يعني الحين الالبوم صاير شويه صعب بالفتره هذه ان الواحد ينزل البوم زمن السرعه الاغاني السنجل كثره المطربين اللي موجودين فتعرفين طقيت بريك صحيح طقيت بريك مهني طقيت بريك قلت يعني لا الالبوم شويه بعد هم يبي له فتره على ما اجهز شيء صح فكنسلت موضوع الالبوم وقمت انزلهم ازم سنجل يعني اي فلو تلاحظين الاغاني اللي طافت هذه في اغاني وايد تحسين المفروض هاي تنزل في البوم ما تنزل سنجل لكن انا نزلتها سنجل يعني وهي بالنهايه يعني اغنيه يعني توفق فيها يا بالنهايه هم لها مستمعينها ولها ناس اللي تسمعها يعني. حققت اللي كنت تطمح له في اغنيه مساجين اللي كنت متوقع له ولا لا مساجين إيه؟ الى الحمد لله يعطيه العافيه بعد المخرج تامر العسلاوي صور الفيديو كليب بصوره وايد حلوه ان شاء الله عندنا تعاملات وايد ان شاء الله جايه حق الاغاني اللي جايه ان شاء الله وعسى الله يوفق الجميع يا رب طبعا احلى تحيه للمخرج تامر العسلاوي من البرنامج اي طبعا الحين تامر العسلاوي يعتبر يعني الشريك على قولتهم تصويرك كليب مساجين أي. شنو الهدف منه كان يعني اوكي المساجين ممكن يكون واحد مسجون فكريا مسجون عاطفيا بس انت صورته وخليت نفسك فقط وراء سجن وانت قاعد تصوره ما غنيت ان انت بمكان واحد لوكيشن واحد واقف وراء السجن هو شوف كلمه مساجين واحد ممكن يكون من سجن مو من سجن لازم يكون هو من سجن عشان مسوي جريمه وانسجن لا يعني مسجون عاطفيا مسجون فكريا مسجون معنويا فهي تمثل حالات وايد يعني موجوده صحيح. يعني فليش انت اخترت هالمكان كنت تريد تصور باي مكان ليش اخترت مكان السجن عشان تصور فيه وقف طول الوقت طبعًا يعني طول الوقت صاحب مطعم صاحب مطعم سلناين هو اللي صاحب فكره ان احنا نصور عنده بال هو عنده مطعم شبيه بالسجن واحنا يعني صاحب الفكره كانت انه هو تعالوا صوروا عندي بالمطعم ويكون وايد حلو وصراحه استمتعنا وايد بالاجواء اللي صورناها وطلع الموضوع على قولتهم خفيف ولطيف ما حسيته وايد كلاسيكي كان؟ كلاسيكي لا يعني الكلاسيك ترى مو ما يصورون بالسجن وكذي لا كان وايد ستيل يعني انت مكان واحد كنت اي لا طبعا هو بالسجن شنو بتصورين غير السجن يعني اذا بتصورين اغنيه عن السجن شنو بتصورين غير السجن يعني بس الاغنيه ما يعني ما يصير اغني مثلا اسم الاغنيه مثلا مساجين وانا قاعد اصور مثلا بحديقه بيتنا يعني اكيد يعني لازم بس بالسجن يعني مثل ما قلنا يعني مسجون يكون ممكن عاطفيا او فكريا فليش خذيتها كانك مسجون كجريمه ماخذها والله هذا سؤال تسالينه ثامر عسلاوي انا اللي علي ان انا اغني وامثل الدور اللي علي خلاص اذا عندك يعني اشياء تسالي ثامر عسلاوي ليش بس بالسجن يعني اوكي مشاري نشكح من الغنى والموسيقى الى الفن الفن وشنو الموسيقى مو فن؟ لا فن كتمثيل تمثيل اكمل ايه تفكر ترجع تمثل ولا لا؟ انا طلقت التمثيل على قولتهم خلاص طلقنا الثلاثه التمثيل مو علشان ممكن انا ما احب امثل لا لكن انا اشوف نفسي اكثر بالموسيقى وبعدين الموسيقى متى ما حبيت انا انزل اغنيه متى ما حبيت انا اروح الاستديو راح اروح متى انا ما حبيت ان ما ابي اروح مشغول عندي اشغال ثانيه ما اروح لكن التمثيل يلزمني في كاست كامل في مصورين في مخرج اذا انا ما رحت اليوم التصوير راح اوقف عمل كامل حق
ممكن 30-40 شخص. صحيح. فانا ما احب ان الناس تلتزم فيني ان انا لازم اذا ما رحت ورحت ممكن لا سمح الله يصير عندي ضرر، ممكن اصير مريض. في اشوف الممثلين كلهم حتى لو يكون مريض، حتى لو شنو بأسوأ ظروف لازم يروح يصور، لازم يروح. فحس ان نفسيتي ما تسمح انه ما اقدر. اذا بما انك مفضل الفن والموسيقى ليش ما نشوف لك حفلات وايد؟ يعني يمكن لك حفلتين بالكويت ان شاء الله. الحفلات اللي جايه انت او المتعهدين لا لا بالعكس بالعكس، الحفلات بالكويت ها بلشت الحين، قاعده تبلش صح شوي شوي. يمكن الفتره اللي طافت اكثر الفنانين الشباب على قولتهم بالكويت احنا نقول يتحطمون ان نبي نطلع حفلات، نبي 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 فبراير و في بعض الحفلات واللي قاعد تصير فبراير او سواء بالاشهر الثانيه تكون تبع شركات خاصه يعني. صحيح. فاكيد الشركات هذه راح تجيب مطربين اللي موقعين معاهم يعني، فعلى اساس نفس شركه روتانا يعني اكيد بتجيب الفنانين اللي تبع شركه روتانا علشان يغنون حفلاتهم. لكن الحمد لله الحين في الاونه الاخيره يعني قاعد اشوف ان في وايد حفلات حق الشباب قاعده تصير. في قبل فتره هم طلعنا في حفله وايد حلوه كانت في حولي، والحين حفله ان شاء الله في شهر 3 عندنا حفله ان شاء الله قريب. فلا السوق ها بدا يتحرك، خلينا نقول ان انت بديت تتحرك شوي اسرع. ممكن نقدر نقول اي انا شوي ممكن هالسنتين هذه نشاطي بدا شويه يزيد عن الفتره اللي طافت. ممكن انا اقول لك بصراحه يعني اقول لك بصراحه الفتره اللي كنت انا شويه فيها كسول كنت شويه مركز بالمسرح الغنائي والتمثيل وما كنت شركتنا قبل في التمثيل وهذا اكتسبت خبره، ما اقول لك اكتسبت خبره حتى في التلحين والموسيقى وكل شيء. لكن ايضا اقول لك ان مجالي الاساسي هو مجال الغناء والتلحين، وان شاء الله القادم افضل وافضل لكم ان شاء الله. شنو مخططاتك الجايه؟ البوم 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 ان شاء الله. سمعنا شيء من الالبوم؟ البوم لا لا اقول اقول لا اقول اي اغنيه؟ شنو؟ سمعني اياها عاد اذا قلت الاسم. بهالبرد؟ لا حرام عليك بهالبرد؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله اوعدكم اوعدكم ان شاء الله لقاءات جايه نكون عندكم بالاستديو معانا ان شاء الله عود ولا جيتار ولا شيء مرتب ويكون شويه اكثر من كذي ونسمعكم مقاطع من الالبوم ان شاء الله. ابي شيء من تاليفك ما راح تنحاش. مو شاعر انا مو شاعر تقولي تعال قول شعر. تبين تبين بيت صدق حلو؟ يقول نعم آمر سمعت انك تبين غريبه كيف تسمح ظروفك اخذ موعد قبل انك تجيني تجيني اليوم ما اقدر اشوف. هذه اغنيتك طبعا نعم آمر ما راح تغنيها طبعا اقولها اوكي. نعم آمر سمعت انك تبيني غريبة كيف تسمح ظروفك اخذ موعد قبل انت تجيني لاني اليوم ما اقدر اشوفك هذا كوال هذا كوال يوم ان كنت الاول في قلبي تامر انت ما ردك ترى تحول تحول كل شيء صوبك تحول صفر انت ولا قادر اعدك نعم آمر. الله الله بما انك بلشت تغني زين عطنا اغنيه بالكويت. انا اقول لك اغنيه لحظه 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 قولي قولي هذيك الاغنيه. وطني وطن النهار انت النهار يا وطني انت الامل ليهل وانت النهار ليطل يلي انولدت من جديد انت محيط الارض يا موج البحار وطن النهار. اخي عليك الكويت. الله يعطيك الكويت. الله الحين سمعنا موهبتك بالاغاني.
بس خلصنا بعدنا بنغني لين اوكي خلاص. لا بوديك مكان ثاني الحين. يلا بوديك الجراجات. والله اي بوديك تشتغل من الاغاني للجراجات. ايش قاعد اقول لك؟ سمعنا الاغاني ايه استمتعنا ايه تطربنا وشي طرب وحلو ايه احنا وديك شي سكوب سبانا على تاير يلا على يلا الله يستر. يلا زيت شي سلينا. يلا الله يستر. يلا مشاري شنو شعورك لما تشوف هالاشياء؟ قاعد تفهم شيء؟ اسمي دكتور قاعد يسوي عملية. هو صح دكتور انجينير قاعد يشتغل يسوي عملية. طبعا هذا سيارة الدرايفر. بس يعطيكم العافية. اه تونا جبنا العيد ارحمهم بالكامل بالكامل. لا لا يا مدير وينك مدير تعبك؟ كلهم يخافون من اللقاءات. ما أعرف إلا بدل بنتر بس يعني خليك تبدل. وين راح تركي؟ تركي نحاش ثواني. شوف عاد هدونا أنا وأنت أنا وأنت والسيارة ايه؟ بدون إنجينير بدون أي أحد سك لي إياها. شنو؟ اشتغل لي. لا عاد لك خربها. أعرف أطبل. أوكي كنتين أطبل بس. حياك حياك. لا يشتغل فيها. لا يشتغل مشاري بالسياره الحين. لا احبسها ما اعرف. لا شو تقول لك؟ ما انا ما ايش قاعد تسوي؟ ما ادري. انا الحين قاعد نبطل الراس ايه؟ ونشيك على الكابريترات ايه؟ وبنشيك على الغاز الموجود هنا. ها طبعا طبيعي كل بعد الرن. بعد الرن على طول. بعد مو دايما. مو دائما. اي بعض الاحيان اذا حسينا فيها مثلا تقطيع او فيها شيء راح نبدل حتى البلاكات. وشو اللي حسيتوا فيها الحين مشكله؟ المشكله مساحه حق السيفتي يعني ولا حق مو حق السيفتي؟ بعد كل الرن لازم نشيك على صبابات نشيك على بلاكات. حق الرن الثاني حق كل قومه قومتين نرد نشيك على البلاكات. البلاكات شنو نطلع نشيكهم ونعير البلاكات طبعا لازم تعيرها. نفس الشيء البخاخات. البخاخات فيها جتات نغير الجتات ونبدل طبعا لازم نعرف حق الغاز اللي نبيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويخليك. تبي مساعد؟ مساعد حاضرين. إذا شو تشوف؟ شنو تشوف؟ نعطيك عدة تبطل لنا بلاك. برغي بس عطني برغي. عطى خلي بطل. تبي تبطل البلاك يعني ولا؟ خلي بطل البلاك. خلي جرب. عجبك ترى ماشي. عيني يبلك أنا. جاهز؟ يلا. خلي يبون العدة بس حقك. يعني عقب اليوم يعني خلاص انا بطل ماكينه وكل هذا. تسكر الاستديو اللي عندك. ما ادلها خلاص. ها تسكر الاستديو بحولي. بس خلاص نبطل جراج. بحولي انا ما اخلص الموسم اخلي الكل يفتح جراجات من جراج. هذا الشغل هذا مو نفس جراج شويخ وسير عادي. هذا شيء هذا دراجستر. شيء ثاني هذا. هذا دراجستر السياره. ترى شنو دراجستر؟ طبعا طبعا بحلبه البحرين. بحلبه البحرين موجودين عندهم نفس السيارة الدراجستر ولكن فيها تو سيتر. إنه تقدر تجربها وتروح فيها. تجرب بالشعور الدراجستر والسباق. زين أشعر إنه بالكويت ما في عشان ما تجرب. خلوني أجرب. للأسف ما في. أنا سألتهم للأسف لحد الآن ما في عندهم. كان خذيتك وخليتك تجرب الشعور. زين الحمد لله. صدق شعوره وايد حلو. أنا زين أمشي بسيارة فقدي بطل مسجلة أسمع أغاني موسيقى. وبس. وإذا صليتك مشكلة أو شيء. ها؟ توقف بالشارع وتطق تليفون صح؟ ليش؟ لا لا ايش بيصير؟ بنشر نعرف بدل بنشر. شيء ثاني الله يعافي الوالد علمنا هالامور الخفيفه هذه. مشاري سويت لنا بلوه تبي تفتح الهاي. تمام ثابته؟ اي خلي اخوي بطله. خلي اخوي بطله. لا سهله ما يبي شيء يبي. شباب مصورين حسبوا الوقت. لا ما في وقت بس عشان نشوف. إذن بعد عندك ركب مره ثانيه. ايه على شنو بس ليه بتركب؟ بتبطل تركب. صح صح. الحين لازم نعكسها.
وهذا لازم يتغير. انا اخر مره شايف بلاك شايف ماكينه برد. اي لا نفس غير هذا ها نفس الشيء في شيء تعرفه هني موجود. لا ركب خل هذا خل هذا برا هذا شيء ركب هذا الشيء الوحيد اللي تعرفه هني باباي سياره باباي انا باباي طبعا دائما يقولون ختامها نصف تكون تكون كذي وصلنا معك مشاري لنهاية الفقرة اليوم. يعطيكم الف عافية تلفزيون اي تي في مشكورين على الاستضافة الخفيفة هذه وان شاء الله بالمقابلات الجاية ان شاء الله نتحفكم بالجديد القادم ان شاء الله. وتغني لنا اكثر؟ ان شاء الله حاضر بس مو بهالبرد. نختم باغنية. برد يلا يمع خلينا شيء يلا بشيء. اليوم راح ننقل لكم مقتطفات من الجولة الرابعة بحلبة البحرين الدولية. الجولات اللي طافت طبعا ما شارك بالبحرين، شارك بالكويت. جبنا رقم اوكي. محبي السرعة والسيارات نكون كذي وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وتحديدا من مدينة الكويت بالسيارات ولكم مني من فريق العمل أجمل تحية.